استخدام العدسات ايه اللي احنا بنتكلم فيه؟ ان انا دايما لما افتح هو هنا عكس الصوره خالص، اداها معنى خالص. الراجل ده بيعيط في ايده، الراجل ده فين مستنزل الطبيعي، المشهد مختلف تماما، القضيه نفسها عكسها. موضوع الخمس نقاط الصليب في جامع ده موجود في جامع ناصر محمد بن الاول جوه القلعه، في صليب موجود لحد النهارده، موجود على حجر او على تاج عمود لسه موجود. دايما بقول للناس هو المهندس ما كانش خايف، هو الراجل المعماري اللي حط التاج ده على العمود ده ما كانش خايف ان السلطان المسلم يقطع رقبته ساعتها؟ ما خافش. طب هو المهندس ده او الفنان اول حاجه انا بشكر حمله ولاد البلد جدا وبدعمها، دي حمله مهمه جامد جدا في الحفاظ على التراث التاريخي للعماره المصريه. انا شايف بالفعل حاجه دوت ان الحمله ديت جت في وقتها، وعلى قد ما هي المفروض كانت تخرج اكتر وتبقى اكبر من كده لانقاذ العماره التاريخيه اللي في مصر، لكن شايف ان حتى مهما الحاجه اتاخرت اهم حاجه لازم تحصل. انا بشكر فعلا حمله ولاد البلد انهم اهتموا بيها. ورشه التصوير النهارده انا بعتبر ان هي ورشه مهمه جامد جدا، احنا اتكلمنا فيها على اساس التصوير الصحفي، اتكلمنا فيها على ازاي تطلع الحاجه منتج صحفي كويس، ازاي تطلع صوره صحفيه كويسه، اتكلمنا فيها على ثقافه التصوير بالموبايل، ازاي اقدر الحاجه ده تستخدم الموبايل في التصوير وفي العمل الصحفي، اتكلمنا فيها عن اخليات العمل الصحفي، اتكلمنا فيها ازاي الحاجه دوت اقدر اميز ما فيك فكره خصوصيه المكان. في اخليات العمل الصحفي قدرنا نميز فيها ما بين فكره الخصوصيه المصلحه العامه والمكان العام، قدرنا نعرف فيها بفكره التلاعب الجرافيكي اللي اصبح دلوقتي حاليا ظاهره رهيبه جدا على الانترنت، فكره التلاعب بالصور، تغيير مضمونها، تغيير الاحداث، التاثير على المشاهد، كل دوت حاولنا نبرزه من خلال ورشه العمل الصحفي دي. الزملاء كان الزملاء المشاركين في الورشه كان تفاعلهم مع الورشه قوي جدا، يعني الحاجه دوت هم بداوا يناقشوا القضايا اللي احنا طرحناها، بداوا يبدوا ارائهم فيها، بداوا يتفهموا وجهه النظر اللي احنا بنطرحها، وخصوصا في موضوع التلاعب الجرافيكي بالتصوير. بدانا نميز لهم ما فين فكره الحاجه دوت، فكره تصحيح الصوره من حيث الالوان وفكره الحاجه دوت الاستخدام الجرافيك الحاجه دوت من حيث نحوه التاثير على المشاهد. التمييز ما بين الحاجتين دول هم قدروا يستوعبوه بشكل كويس جدا، كان في جوله من النقاشات اللي تمت ما بيننا والحمد لله تعالى كانت ممتازه.